كريستين سلامة معالجة نطق موجودة معنا اليوم، رح تحكينا عن إدخال الأكل الصلب عند الأولاد الصغار. كريستين أهلا وسهلا فيك، حضرتك معالجة نطق واختصاصية البلع والأكل عند الأطفال. رح نحكي اليوم عن هالمرحلة يلي ممكن تكون كثير مهضومة وسلسة بس ممكن تكون شوي صعبة. خلينا نرجع نذكر بأي عمر، لأنه كمان صار في هيك تو سكولز بفتكر بيحكوا عن هالموضوع، ببلش الولد الأكل الصلب. مزبوط، مثل ما قلتي في منهم بيتبعوا البيدياتر شو بقول لهم، دونك فينا نحكي بين 4 و6 شهور صح. فينا نبلش السوليد فود أو الأكل الصلب عند الأولاد. بس أهم شيء نحن دايما بنقول نتطلع أي متى الولد جاهز إنه يبلش الأكل. كيف نعرف؟ بدنا نتطلع هل الولد قادر يقعد جالس من دون، يعني أقل شيء ممكن إنه يكون عم نعطيه سبور ليقعد ويجلس حاله ويجلس رقبته، هون ببلش نقول إنه هيدي أول مرحلة إذا بدنا نقول. لا يقدر يقعد لحاله بالهاي تشير مثلا. 100%، أو أوكي. مثلا فينا نحط له كوستانات صغار لنأكد إنه جالس. منحسه وقت نحطه على بطنه تامي تايم بقب راسه مزبوط، هون صار قادر يعمل كنترول كمان على رقبته وعلى راسه، قادر يمسك الغراض، دونك بس يمسكون اوقات كمان بحطهم بتمه، دونك هون بلشنا نحس انه اكثر صار جاهز. حتى نحن بس نكون قاعدين عم ناكل قدامه بنحسه عم يطلع فينا انه هو كمان كثير مهتم بالاكل وبده انه نبلش نعطيه الاكل. معناتها العضلات بشكل عام هن مهمين لقصة البلع، هي هي الفكرة. 100%، لأنه إن كان عضلات الجسم يكونوا صاروا جاهزين، ما كمان الأكل هو عبارة عن عضلات التم عم يتحركوا. صح. يعني معلقين بعضلات الرقبة وكل هالقصص هولي. 100%. أوكي. كيف منبلش؟ كمان يمكن في ناس اليوم كمان مع هالظروف الاقتصادية الصعبة مش كل الوقت عم بيكونوا متواجدين عند البيديات، نحن عم نساعد شوي بهيدا الموضوع. كيف نبلش الأكل وشو المشاكل اللي ممكن نتعرض لها نحن مع الولد؟ هلا فينا نبلش الأكل بالطريقة التقليدية إذا بدنا نقول، يلي هي بنمعس الأكل وبنقدم له إياها بالملعقة. أوكي؟ هلا الدراسات أكثر عم تبين إنه في عنا شيء اسمه بيبي لادوينينج، يلي هي نقدم الأكل للولد على شكل أصابع. دونك الولد هو بيمسك الأكل وبياكل، ومنعلمه شوي يكون استقلالي. من أول شيء؟ من الأول، لأنه هو قادر ياخد الكونتيتي اللي هو قادر يعمل عليها كنترول. هلأ هيدي الطريقة بتخلي عند الولد على المدى البعيد بتخفف أنه يكون بيكي، دونك يقدر ياكل من كل شيء، نقدم له من كل أنواع الأكل. حلو. بس بذات الوقت هيدي الطريقة كمان شوي بتزيد عنا الجاج ريفلكس، يعني هو بيتقايا. هلا اهم شيء نعرف انه بس يتقيا الولد مش يعني تشردق. اوكي. اوكي، وما نخاف، بالعكس نتركه شوي ونراقبه، هل هو قادر يخلص حاله؟ هلا هو الجاج ريفلكس بيعمله ليحمي حاله انه يتشردق، وبالعكس عم يعملها لاذا نزل شيء شقفه. هو ديفنس ميكانيزم. 100%، دونك اذا نزل شيء شقفه دغري بيرجع يطلعه. نحن نضل رايقين ونقول له انه اتس اوكي ما تخاف، فينا نحط ايدنا قدام تمه هيك هو بيعرف انه فيه يبزقه فيه يعمل كنترول. خليني ارجع لنوع الاكل كمان، اكيد بذكر مشاهدينا انه فين تواصلوا معنا على 0464 لطرح اي سؤال. الموضوع فيه كثير اسئله للحقيقه كريستين. اول شيء شو انواع الاكل؟ لانه بعرف انه كمان بيصنفوا الاطباء لحتى الولد ما يعمل اي نوع من الحساسيه. مزبوط. هلا قبل كانوا يقولوا انه كل 3 أيام نقدم اكله معينه او نوع اكل معين، هلا ما بقى بنمشي كثير فيها، بس اهم شيء نقدم شو ما كان للولد، ننتبه على الاكل يلي هن بيعملوا حساسيه. هول بشكل عام. بشكل عام مثلا مثل ستروب الفريز. ايه، بس كمان اكثر بنحكي عن كل شيء قمح، كل شيء سمك، كل شيء ناتس، مثلا البينات باتر هلا كثير بيستعمل، هول الاشياء ممكن انه يعملوا حساسيه، افضل انه نراقبهم على يومين البيض، نراقبهم ونشوف اذا الولد رح يعمل رياكشن عليهم او لا. اوكي، ما بقى يعني نبلش بالخضره ونرجع بعدين بانواع ثانيه من الخضره وبعدين نرجع نفوت شوي. هلا هو كرمال معده الولد بنبلش بالخضره لانه اخف شيء، ونصير شوي نفوت اللحمه ونفوت الدجاج اتسترا. اوكي، خضره مسلوقه، يعني احنا شو بنعطي للولد هيك ينقوي؟ خضره مسلوقه مثلا كوسه نسلقهم، فينا نقصهم على شكل اصابع هيك بيقدر يمسكون، وفينا كمان نهرسهم. هلا اهم شيء نعرف انه بس
نمعس الاكل، ما نمعسه على الاخر الاخر، او اذا معسناه على الاخر ما نطول كثير بهيدا التكستشر لما يتعود عليها ويصير بعدين ما يعرف يلعوس مزبوط ويضل عم ياكل بس بيوري. بس بالاول ما بيتشردق، ما في ريسك يعني عن ابدا، لانه الولد شو يعني بيعرف يتحكم بعضلات، ما هو رح ياخذ شقفز كبيره، رح ياخذ يعني اذا بدك الموسم الاول 100%. وهي ما بنقدم اشياء قاسيه، يعني دائما بدنا نمسك الشغله نعملها باصابعنا تطعج، اذا دغري انمعست يعني هي سيف اوكي، بينما اذا كانت قاسيه اكيد ما رح يقدر. عرفت. بمجرد ما الولد يمصه مزبوط قبل ما يبلش حتى يفتح ويسكر يعني هي بتكون انمعست لحالها 100% سو بيقدر يبلع. كريستين معناتها كمان بتعرفي في هول مثل اللعبه الايتم الصغير يلي فيه مثل شاشه بحط بنحط كنا فيها ابل او تفاحه او نجاسه او شو ما كان، وبياخذها الولد بيصير عضعضه وياخذ الجوس تبعها. كمان بتعلمه يعني هو عم ياخذ جوس منا، بس بذات الوقت عم بتعلمه انه انا بس اعمل حركه بتمي افتح وسكر عم يطلع لي شيء. اوكي. دونك شوي شوي بصير يتعلم اكثر، بصير يحرك لسانه اكثر، وبصير قادر انه ياكل من دونه. شو المشاكل يلي ممكن تصادفنا؟ وايمتى في مشكل عن جد لازم ننتبه له؟ هلا في مثل ما قلت انه اذا كثير طلينا على البيوري ممكن انه ما يتقبل بقى الجرانولي يعني المبرغل شوي اكثر وبيرجع الشقف، دونك هون بنحكي عن عضلات التم يلي ما تمرنوا انف انه يقدر ياكل، دونك بصير هو يرفض. نحن عاده الاهل ما بيعرفوا انه المشكله هي بس بدنا نقوي عضلات التم، بصير يقول ما عم ياكل ما عم يتقبل. في عنا مشكله ثانيه اللي هي الحساسيه المفرطه، دونك هو الولد بنحسه بيقرف كثير ما بيتقبل كل التكستشرز، دونك بصير ينقي شو بده ياكل، بيستفرغ اوقات اوقات بيستفرغ، واذا كان الجاج ريفلكس تبعه لانه منه اكل كثير بصير بعده لقدام، هو اول ما يخلق الولد بيكون قدام وبصير شوي شوي يرجع، دونك اذا هو ما عم ياكل كثير بضل لقدام، بصير كل ما يحط شيء بتمه بيتقايا وممكن انه فوالا وبيطلعوا لبرا. دونك هالحساسيه المفرطه لازم نشوف كيف نحلها، دونك مشان هيك بنلتجئ لاختصاصيين لما بصير يقرف، يعني بيقرف كثير وما بياكل كثير، يمكن ياكل ماركه واحده مثلا، معود انا انه باكل هيدي الماركه ما بقى بغير، دونك بصير خلص معود هون وبصير يخاف يغير يخاف يجرب اشياء جديده. بس هون عم نحكي مش عن حساسيه طبيه، لا لا، عن حساسيه على نوعيه الاكل او التكستشر يلي مضبوط بنقول له ايبر سنسيبل، ما بيتقبل كل شيء، ونشوفه حتى بحياته اليوميه يمكن ما بيتقبل انه يفرش اسنانه لانه كل شيء بيلاعي له نفسه، ما بحب مثلا يمشي على الجازون على الرمل، ما بحب يعمل بانتور، دونك هول بتبلش اذا بدك بالاشياء اللي خاصه بالجسم وكمان بتكون خاصه بالتم، دونك هول كلهم بنشتغلهم بنعمل علاج ثيرابي بنشتغل عليهم تنوصل على التم ونصير نفوت شوي شوي الاكل. اوكي. مشكله انه ما بحب الطعمه، لانه احنا بنعرف انه بالاول كمان ما بنحط ولا ملح ولا سكر ولا بهارات ولا اي شيء، صح؟ مزبوط. ما بنحط ملح اوكي، بس فينا نخلط الاشياء لنطعم شوي الاكله، فينا نحط الثوم البصل بطعمه اكثر بنكهه اذا بدنا نقول. هلا نحن ما فينا نقول انه ولد ما بحب الاكل قبل ما نجربه 10 ل 15 مره، بس نجربه هالقد ونحس انه نحن مبسوطين عم ياكل وعم ياكل مع العيله مش لوحده دائما وعن جد رفضه، ساعتها فينا نقول انه ما حبه. بس ما معقوله مثلا كل شيء ما يكون بحب، وهون بدنا ننتبه شوي نحن كيف عم نقدم الاكل وشو هن الاكل يلي بحبه وشو هي الاكل يلي ما بعد اكتشفها مزبوط لنقول اذا بحبه او ما بحبه. اوكي. اوقات ببلش الولد كثير منيح بعد شهر شهرين بتحسي كانه خلص زهق. يعني في كمان تريكس انتم بتعطوها انه الولد يعني يصير يحب الاكل اكثر او يكون عم يستمتع بوقت الاكل، مش انه يكون وقت كله ستريس، لانه بتعرفي كل الامهات بيعملوا ستريس، اذا ولدهم ما اكل دغري بخافوا انه ما ينقصوا فيتامينات، انه يصير يمرض، انه يصير ياكل اشياء منا صحيه كثير بالمقابل. شو الطرق؟ لانه ذكرتي شغله كثير مهمه كريستين، انه يقعد مع العائله مثلا، يعني احنا شو الاجواء يلي نحن لازم نشتغل عليها لحتى الولد ما يزهق من الاكل السوليد او ما يعود ياكل لقمتين ويوقف؟ اوكي.
قبل ما جاوبك في شغله لازم كثير ننتبه لها، انه نحن قبل عمر السنه كل المنافع بياخذها بعضه الولد من الحليب. اوكي. هو بس قبل السنه عم يكتشف شو يعني اكل. اوكي؟ وما نخاف اذا ما اكل كونتيتي كثير كبيره. هلا شو لازم نعمل؟ يعني منه الاساس بتغذيته او بعناصر التغذيه. 100%، نحن عم نحضر كرمال من بعد عمر السنه يصير هو الاساس. شو فينا نعمل؟ دائما نتبع انه وقت الاكل هو وقت مرح، منه قصاص. يعني مش اذا ما اكلت ما فيك تحضر، هلا ممنوع يحضر اصلا قبل عمر السنه، بس انه اذا ما اكلت ما فينا نعمل هيدا الشيء. ما يكون قصاص، بالعكس يكون وقت مبسوطين، فينا نلعب بالاكل، فينا نلعب يمكن قبل الاكل ونفوت، نكون عم نتحدث يمكن نحن وياه، اكيد ما نحطه قدام التي في او قدام الايباد يقعد يحضر وياكل لوحده. شو هيدا القصة؟ خلينا شوي نحكي عنه. هو يعني الاكل هو متعة. نعم. اوكي، حتى نحن بس نروح مثلا عنا عشاء عنا غدا، بس نكون قاعدين عم ناكل، نكون عم نتسائل، نكون مبسوطين بالاكل. اذا رحنا بس اكلنا وفلينا ما بننبسط. نفس الشيء الولد، نعوده على هيدا الريتم، نقعد مع العيلة نتسير نغني ناكل نحن وياه، نحس انه يلي عم نعمله هو شيء حلو. اوكي، ما انه قصاص. برجع بقول هلا بس لما بيقعد قدام السكرين تي في شو عم يعمل؟ بس قاعد ما عم بيركز. ايه تمه، ونحن عم نطعمه، يعني ما انه عم يعرف انه انا في شيء طيب، ما بيستطعم مزبوط، عم بفوت على تمي وعم بستمتع فيه لاقدر اكله. أوكي. بس قاعد، حتى الكوانتيتي الكميه ما بيقعد يقدر، يعني ولا بيعرف اي متى لازم يوقف، ولا بيعرف اي متى. ما بحس انه انا شبعت، انا ملهي وعم باكل. مثل الواحد اذا ملهي وعم يعمل حيلا شيء ما بينتبه. شو عم يعمل. حتى نحن بالعشيه اذا كنا عم نحضر بنج ايتينج ما بقى بننتبه قد ايه اكلنا وشو اكلنا وما بنستطعم. منشان هيك في هلا التودو بيزيتي عم بيزيد عند الشباب، يعني كمان زياده الوزن والسمنه الزايده وكل هالامور، يمكن هيدي بتبلش هون. ايه يمكن. هلا هو هيدا الموضوع اكثر اختصاصيين التغذيه بيحكوا فيه، ولكن ايه لازم ننتبه انه نحن وقت نكون عم نقدم الاكل للولد ما يكون شيء ولد بس عم يتلقيه من دون ما يكون هو بارتيسيبون فيه. نعم. نعم. كريستين، مشكلة البلع، يعني لما بيكون في مشكلة بطريقة البلع، بالتم، بالعضلات، كيف بتبين وشو لازم نعمل؟ هلا في عنا مشكلتين بس نقول البلع، في يكون مشكلة عضلات التم، ما عم نهيئ مزبوط الأكل لنقدر نبلعه، بعد في شقف ما لعوصنا مزبوط، وفي عنا مشكلة البلع بحد ذاته، هون بدنا نشوف حكماء نشوف شو بس احنا كيف نقدر نعرف وكيف نفرقهم عن بعض. بنشوف انه هلا نفرقهم بدنا نروح عند اختصاصيين هن يفرقون، يعني اذا اجوا لعنا نحن اختصاصيين الاكل واكل قدامنا فينا نعرف اذا مشكله عضلات او مشكله بالبلع بحد ذاته. تمام. اذا كان بالبلع بنروح عند الحكيم، بس كبدايه تيروحوا لعنده بيتشردق كل الوقت، بنحس انه الولد عم يتشردق، واذا حطينا له الشقفه شوي اكبر او منها ممعوسه بالاخر ما بيعرف شو بده يعمل فيها، ممكن انه يجمعها بتمه وبعدين ما يعرف شو بده يعمل فيها بيبزقهم او ببق. اوكي. اذا كان عنده وجع معين الولد كيف يترجم هيدا الشيء بوقت الاكل؟ ممكن يكون يمكن وجع دراس بهالعمر او وجع زلعيم او هلا حيلا وجع رح نوقف انه الولد رح يوقف ياكل، بيبكي او مش ضروري ممكن انه يبكي، ممكن انه يرفض الاكل، هون بدنا نراقب هل هيدا الشيء ضل معه؟ اذا ضل في عندنا مشكله ثانيه. يعني قد ايه بنراقب كريستين؟ نحن على اي قد ايه وقت تقريبا من ثلاث اربع ايام؟ ثلاث اربع ايام، اذا نفس المشكله عم ترجع تتكرر ونفس العوارض عم يرجعوا يتكرروا معناتها دغري نستشير. بس هون بدنا نشوف اكيد اذا في حراره، اذا في شيء ثاني او بس خصو بالاكل. كمان قصه البلع اي متى من بعد ما يبلش بيقدر يصير ياكل قطع؟ او لازم يكون عنده سنين؟ لا ما ضروري يكون عنده سنين، بس تقريبا على التسعة اشهر. انا مثل ما قلت بالاول بنقدم على شكل اصبع، دونك هو فيه يخدها على التسعة اشهر، فينا نعطي شقف صغيره حتى لو كان سوليد مثل فواكه مثلا. ايه بس اكيد بدنا ننتبه قديش هي سوليد وحسب قديه هو عطينا اشارات قبل انه انا ردي انه اخذ هالقد قاس الاكل. اوكي، بس ما لها علاقه بالسنين اذا طلعوا السنين ولا لا، يعني أبداً. بيقدر يولد في اولاد بيطولوا كثير مزبوط لا يطلع سنه، فانا بعرف حدا لعمر السنه لطلع سنه بس هو بياكل كل شيء كان قبل. على كل حال انه ما بيطلعوا الدراس بالاول يعني anyways. فنفس المشكله رح تضل. رح نتابع اكيد هالمواضيع معك كريستين، اكيد بنفوت بتفاصيل اكثر. اليوم كان هيك جنرال فيو. كريستين سلامه معالجه نطق اختصاصيه بلع والاكل عند
الأطفال. شكرا كثير لوجودك معنا، رح ناخذ وقفة صغيرة وبنرجع.